بلشنا صباحو للي عنده صباح ومساءو للي عنده مساء وتصبح على خير للنايمين. خلصنا تليفونات، خلصنا كبرات، خلصنا موبات، خلصنا سبيكرات، خلصنا كل شيء. اجا وقت شيء اسمه برودو، بس برودو كومباكت، وعندنا كار واكسينج بولشر. شو بتعمل؟ قرب لعندي. الله يطول بعمر الشركات عم تطلب منا نعمل لها انبوكسينج، نحن جاهزين من دون مقابل. شو هي هالقطعة وشو العبارة عنها؟ أول شغلة بدنا ننتبه لها كتير، في أغراض كتير للعلبة. شوفوا شو فيها. أول شي بتشرجها 3 ساعات بتضاين ساعة. شوفوا هون بتكبس كبسة طويلة بتبلش شغل. تقدر تعمل مش مساج، بتعطيك هون قديه السرعة، 3-4 سرعات عندك، وبتعطيك قديه بتضاين وقت. اوكي، بطاريتها 4000، سرعتها 4000 برمي بالدقيقة. السيارة اللي بده يعمل لها بوليش بده ماكسيموم نص ساعة إذا شاطر. أما الطريقة الثانية بيجي معها 1 2 3 4. كيف بيركبوا هول؟ شليخ شلاخ وخلصت، لا بتشيل ولا بتحط، الغيارات موجودين قد ما بدك. وطول عمرهم بيعتنا معهم، إذا مطرح كتير ما عم بيروح الجروح قالوا لنا استعملوا هاي، بتحطوا على هيدا وبتحطوها على السيارة وبتعملوا لها. التشارجر تاع تايب سي خفيفة الحجم، بتخليها مفولة ساعة لحالها 30 واط، السرعة مش طبيعية. معلم انطروا انطروا، بعد في شيء كتير. يلا روح.